بسم الله والحمد لله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيدنا رسول الله. اللهم ارزُقنا محبَّته، وارزُقنا شفاعته، واسقِنا بيديه الشريفتين يا ربي شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا. اللهم فرج كرب المكروبين، وازل الهم عن المهمومين، واقض حوائجنا وحوائج عبادك يا رب العالمين. اللهم خلنا نسالك في تلك الساعه ان ترفع الالم عن كل من يتالم يا رب. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، وذل الشرك والمشركين يا اكرم من سئل. اعز اخواننا في غزه وانصرهم على الصهاينه المجرمين يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم عواجب قدرتك يا رب. اللهم امين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، بعد الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ملحوظة جميلة سريعة كده إن شاء الله. أنا كل في اعتقادي من أول الصباح وأنا بحضرك درس إن النهاردة يوم الأربعاء، صليتم على رسول الله وجلال الملك. حتى دخلت أخويا صالح بسأله عن عمي عادل، كل اللي في خيالي كان المفروض النهاردة الأربعين النووية، صليتم على رسول الله يوم الاثنين، وأنا محضر باب للفقه. يعني تعطيك دلالة دي، تلك الكلمة تكررت كثيرا، تلك الكلمة سد. مش باخد بالي النهاردة إيه، والنهاردة النهاردة إيه، بالله عليك النهاردة الاثنين. عارف يأتي في خاطرك حاجة لما سألت أخويا صالح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن. أه والله يا إخواننا، جميل يا إخواننا، كيف ذلك؟ في حديث من أحاديث رسول الله فيما معناه، يأتي زمان على الأمة وعلى الناس السنة كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كساعة، يعني جزء من الوقت. فنسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين يا رب. اللهم إن أردت بعبادك يا رب فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا رب، ثبتنا على دينك وعلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد كتبت أسماءنا الليل ضمن الأبرار يا رب، جعلتنا من المقربين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. ملحوظة بسيطة أخواننا، أسأل الله رب العالمين أن يحسن أعمالنا إن شاء الله. ما زال الحديث يجري بنا بفضل الله رب العالمين. ولا تنسى أن النبي زكى النبي فقال خيركم من تعلم العلم وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. جميل إخواني، فالليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما قد بدأناه في باب الوضوء، واليوم نتحدث عن نواقض الوضوء. ما هو الأمر الذي إذا ما وقع منك أو حدث منك بعد الوضوء انتقض وضوءك؟ صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا، أي أمر واجب عليك، واجب عليك أن تتعلمه، واجب عليك، واجب عليك أن تتعلم كيف تتوضأ. واكتشفنا وإحنا بنتكلم عن أركان الوضوء إن ساعات حاجات بتقع مننا وفاكرين وضوءنا صح وطلع غلط، كالذي يركز على مثلث الوجه بس وينسى أن يغسل يا إخواني في الله ما اقترب من شحمتي الأذن، بطل وضوءه. اللي لابس قميص يا إخواننا ولا جلابية ولا كذا حاجة ضيقة وبدأ يغسل في إلى المرفقين وما وصلش للمرفقين وطلع، يلا الله أكبر، بطل وضوءه. وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. بل الأكبر من ذلك، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بعد الوضوء في قدمه لمعة، وإحنا ذكرنا على الموضوع ده، في قدمه في الأسفل
عند العظمتين وجد النبي صلى الله عليه وسلم لمعة، إذا لم يصل إليها ليه الماء، فقال النبي ويل، يا نهار أبيض، ويل للأعقاب من النار. أيوة يا إخوانا، ما احنا قلنا لو توضيت صح خلصت، لا يحافظ على الوضوء ولا يتمه إلا مؤمن. وأنت على دورة المياه بس بعد الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، ده النبي قال كده يا إخوان. وانت على الميضة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا إخواني من توضأ، سيدنا عثمان، من توضأ كمثل وضوء هذا غفر له قبل أن يصلي، وكانت صلاته نافلة، هدية من عندينا. الله الله الله، احنا غفرنا لك وانت على الميضة، عشان كده بد أن تتقن ما وجب عليك. حياتي في مرحلة الغسل هتجد، سامحني في اللفظة اللي جاية دي، هتجد تسمع كلام معجنة، لا أقول كثير، قليل منا، مش هقول كثير، من يغتسل على خطأ وما زال على جنابة، وإنا لله وإنا راجعون. إخواننا شوية صبر لله نتعلم. وأعلى مقام عرف بعد النبوة عالم ومتعلم، عالم ومتعلم. قال رسول الله الدنيا ملعونة، والله ما كلام ده يا إخواننا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل حاجة في وشك ملعونة، إلا في اللغة العربية يقولون إلا إذا دخلت، يبقى مسار الحديث هيتغير، هياخد لفة كده. إلا ذكر الله واحد، وما والاه يعني على شاكلة الطاعة، ثلاثة، عالم أو متعلم. وقال السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. الثالث اللي هو إيه؟ جاهل. صليتم على رسول الله؟ فنعوذ بالله من الجهل وأهله يا رب العالم. ما هي نواقض الوضوء؟ هنعرف كلامي يا إخواننا، هتستفيد منه جدا، هتعرف وضوء أخويا اللي عنده مركب أسطرة، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، اللي مركب أسطرتي بتاعت بول وبتاعت دم، حكم وضوءه، اللي عنده سلس، الأخ اللي بيشكي أنه بعد ما ينتهي من الوضوء يعني الشيخ لا أتحكم في نقطتين بعد الوضوء بينزلوا مني غصبة عني، أعمل فيهم إيه؟ طب ليه سكت على نفسك؟ أنا مستحي، وهذا حياء مرفوض، قبيح. الحياء في العلم قبيح، إنك تسكت عن نفسك وما تتعلمش. وواجب علينا كما قلت لك أخويا حبيب في الله أن نتعلم ما هو واجب علينا، أن نسأل بناتنا وزوجاتنا كيف يغتسلن من الحيض، يا أم فلان إزاي بتغتسلي، فاكتشفنا الغسل غلط، يبقى كل العبادات غلط. ولا يعذر الإنسان منا إخواني بجهله إلا في مرحلة واحدة، إذا فقد أهل العلم، ما شفتش، مش عارف تسأل حد، خلاص. جميل يا إخوانا، لكن أنت لو نزلت للزاوية تحت بيتك، الزاوية، عم الشيخ بعد إذنك كيف أتوضأ، كيف أغتسل، ومش عيب، سيبك من الأرعانة دي، مش عيب يا إخوانا، أنك تزداد قربا يا إخواني من الله رب العالمين. جميل، صلوا بنا على رسول الله. قالوا ونواقض الوضوء، يا رب اجمعنا مع رسول الله يا رب صلى الله عليه وسلم. اول ناقض للوضوء قالوا ما خرج، قال خروج البول او الغائط او الريح من السبيلين. احنا هنتعلم حاجه جديده دلوقتي، انا عارف اللي انت دلوقتي انت عارفه، بس في اختلاف قام بين سادتنا الكبار العظام، شرف هذه الأمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، سمعوا الكلمة دي، ما خرج من السبيلين. أنت أخذش بالك إيه خرج السبيلين، صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع النبي محمد. ما خرج من السبيلين من بول أو غائض أو ريح،
طب انت جبت حاجة من عندك يا عم الشيخ؟ هو في حاجة بتنزل غير الحاجة دي يا اخوانا؟ المقصود من السبيلين يعني من القبل والدبر، موطن الذي يتبول منه الإنسان رجل أو امرأة، مكان الذي يتبول منه، فيش توضيح أكثر من كده. والمكان الغائط، كلمة الغائط لما تسمعها في القرآن كناية عن قضاء الحاجة من بول أو براز، كلمة الغائط. حتى ذكرها ربي نصا قال: أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، سورة النساء، صليتم على رسول الله. فكلمة الغائط كناية عما يخرج من السبيلين من بول أو براز، أكرمكم الله، صليتم على رسول الله. هو في حاجة بتخرج غير البول والغائط والريح؟ في حاجة تانية؟ في حاجة تانية يا أخوانا؟ اللي جاوب صح ياخد من اللي جنبه 20 جنيه. ممكن دم، ممكن ايه تاني؟ من يمازي الله يفتح اخواننا. في ناس برضك الله الله الله، شغل ناس صاحية دي. انا خايف انت تقول لي ايه المازي وايه الوادي وايه المني، ودي مشكلة انك لغاية دولت ما عندكش وبتنزل منك الحاجات دي وانت مش عارفها يا ابو عمو. وبعدين كلفت نفسك فوق طاقتك، لأنك ربما ترى هذه الأشياء فتختسر، صح ولا غلط؟ تقول يا عم الشيخ والله بالصراحة وأنا قاعد كده بتفرج على حاجة كده حسيت، وبعدين اكتشفت إن في نقطتين نزلوا مني كده، بس أنا الحمد لله عملت الصح. عملت إيه؟ أنا قمت اغتسلت. غلط. هذا ما يسمى بالمزي. المزي يا إخواني إحنا قلنا عليه من أسبوعين ثلاثة، هو ماء رقيق لزج خفيف ينزل عند تفكر اللذة شهوة أو رؤية مشهد يزيل الشهوة، ده اسمه إيه؟ مزي. إيه الواجب منه؟ قال أن تغسل فرجك، والفرج للمرأة والرجل، صليتم على رسول الله، يعني تستنجى وخلاص وخلصانة، وتغسل حتة الإيه؟ الهدوم اللي انت لابسها البقعه اللي نزلت عليها وخلاص، وتصلي. والله العظيم اه والله، يعني مش محتاج اغتسل؟ لا والله ما صليت النهارده عشان الموضوع ده. زي ما قلت لك والله العظيم رمضان اللي قبل الماضي، امال انت انا اسف انا حاسس انك انت مفطر النهارده، انت فاطر النهارده؟ قال لي اه والله. قلت له ليه؟ شاف واحسن فيه الخير، والله احسن فيه الخير. قال لي اصلك انا سامحني انا اسف يا عم الشيخ، انا والله انا اسف، وكرر لي اسف دي 500 600 مره مثلا، اسف والكلام ده. اصلك انا احتلمت النهارده فسالت واحد صاحبي قال لي ما ينفعلكش صيام يا حبيبي. يا ناس في ناس عايشه في انبوبه ولا في غيبوبه يا اخوانا. مش والله العظيم وجلال الملك، في مسلمين يا اخواننا نريد ان نعرفهم شيئا عن الاسلام، نعرفه يا اخواننا. اه والله. طب لو اخ ده لو في مثلا في دوله في اجنبيه، كانوا قلنا مثلا في المانيا في فرنسا، قاعد كده ومحروم انه يسمع الاذان، اللهم اتم علينا نعمه سماع الاذان يا رب العالمين، دي نعمه. اه والله يا اخوان، يعني اكرمنا ربنا 4 سنين في انجلترا ما تسمعش الاذان، يسمح لك مره واحده يؤذن المسجد بتاعك مره، وده قانون للكل مش على الناس، عشان ما تاخدهاش بصدرك كده. الكنيسه ترن مره والمسجد يؤذن مره ويؤذن داخلي، لكن احنا الحمد لله تمشي في شارع الـ40 الله تسمع اصوات تبارك الملك. جميل يا اخواننا، هذا فضل الله علينا، دي نعمة والله. أنت باخد بالك مين؟ سأل ابنك لما يتعلم مثلا في روسيا ولا واحد صاحبك ولا في كذا، يمشي له حركة أبي السيارة حركة 30 40 50 60 بدون مبالغة، لغاية احنا بنكلم الناس أنت جاي والله ولا الشيخ ليه ساعة جاي على كده عشان يصلي الجمعة اللي أنت بتروحها وأنت متأخر جنب بيتكم، تعبتنا معاك يا أخي. آه والله العظيم تحت بيتكم أو في الشارع اللي أنت فيه، واخونا هناك عشان يجهز للجمعه سياره وقود ويقوم الساعه كذا عشان يتحرك، ياخد ساعه عشان يصل في مسجد مش مسجد، ده هم استاجروا كده جراج، استاجروا اوضتين، استاجروا اي حاجه كده.
اللهم أتم علينا نعمة سماع الأذان والصلاة، نعمة رؤية المساجد. أو الله يا أخوان، صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع رسول الله. الشاهد لابد أن نتعلم يا أخواتي. فقال أخي الآن ما يخرج من السبيلين مني ومزي ووادي. إيه هو الوادي يا أخواننا؟ برضك هو ماء ثقيل جدا، تشعر وهو ينزل كأن في حصوة بتنزل من إيه؟ منك، ثقيل جدا جدا، وخاصة ينزل بعد البراز أكرمكم الله. كذلك هذا لا يحتاج إلى غسل، يحتاج فقط إلى إيه؟ الاستنجاء خلاص، للرجال والسيدات. زي ما احنا اكتشفنا ان المرأة تحتلم كمثل الرجل. صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. طيب ايه تاني كمان اخويا؟ قال الدم صح والله بينزل ساعات، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين. وفي حاجة ثالثة اختلفوا فيها، هي طاهرة ولا مش طاهرة؟ وبتنزل من المكان ده حصوة. شفت الفقهاء يا اخوانا رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عن أمة النبي خيرا، حلونا كلام مليش حل. أو الله، ويجي واحد يعني مغفل، أيوة مغفل ده أقل كلمة ممكن يقول، يقول لك ما إحنا زي أبو حنيف وإحنا زي مالك وإحنا زي الأحمد. يا أخي اسكت يا أخي اسكت، والله أنت لا تعرف أن تقرأ حتى المتن جيدا، والله ما تعرف يا أخوانا. كل ما تراهم هؤلاء عالة، كل العايش الآن على وجه الأرض عالى على الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي رضوان الله عليهم. دول هم اللي زبطوا لك الحتة وانت بتاكل وتخلاص. شتانا بين الطباخ وبين الأكال، أنا وانت أكيلة يا برنس، احنا بناكل بس. أما اللي طبخوا وسووا هم هؤلاء. والله العظيم جلال الله يا إخواني، وأنا في أولى إعدادي والشيخ يأخذ يعني يشرح لنا متن صليتم على رسول الله، متن الفقه المالكي. كان زمان كده يكتبون بيتين ثلاثة من أبيات الشعر، الألفية ابن مالك في الفقه، مش في الايه، مش في النحو. كان الشيخ يكتب كده سطرين ثلاثة ويطلع الايه القواعد الفقهية منه، مش عارف نواقض الوضوء وكذا. وراح ايه جاب الشيخ كده وانا في اولى اعدادي، والله ما انسى ابدا، قال: وقال الامام مالك ما حكم من حمل على كتفيه او على يديه، اسمع كويس، قربة فساء ثم صلى. فساء، في الفساء عارفين اخوانا؟ ها شفت انا وانت زي رح ايه فساء، أخو الضراط الريح اسمه فساء. فساء ما كلمة، ما احنا مش عرب أساسي، عايزين حد يترجمنا أساسي. أه والله واحد شايل قربة فساء. الضراط يا إخواننا، عارف الضراط كمان مش معروف، الريح اللي بينزل منك بصوت اسمه إيه؟ ضراط، اسمه ضراط. معايا عم اسمه كده ضراط. المليش صوت ده اسمه فساء. راح واحد زيانا كده مغفل، ولا اللي جنبي ولا قاعد جنبه، قال له: يا مولانا برضه حيجي واحد كده يمسك قربة ويعبيها فساء؟ ها؟ لا لا لا، ده حيشيلها كده، حيشيلها على كتفه كده. فاحنا اخذناه باستهبال كده عم صالح، نقول له: يا عم يعني الواحد حيقعد كده يعبي له قربة فساء؟ فقال: لا يا بابا، صليتم على رسول الله؟ هنا الإمام مالك يفترض افتراضا أمرا، إنسان يحمل نجاسة لا يستطيع أن يتخلى عنها، لازم بد أن يحملها. اكتشفناها في الإيه؟ شفت؟ في الأسطرة، الأسطرة بتاعت البول والبراز. هو شايلها ولا ما شايلهاش؟ شفت الإمام مالك جابها إزاي؟ ما لنا القضية دي ما كناش هنعرف نحلها أساسي. كان كل واحد يعمل له عملية وينزل منه يقول له: يا حبيبي ما تصليش عشان النجاسة إيه؟ منك نازلة على طول. شفت الإمام مالك يا إخوانا؟ عايز أخبط خبيطة، اللي أنا متعود نعمل كده
دخل لك ولد الأزهر، دخل لك ولد الأزهر، والله هتندم. الكلام ده مش هتسمعه أبدا غير من الأزهرية، مقفولة كده بالضبة والمفتاح. والله عايز أقول كلمة وأنا صادق فيها بإذن الله، والله اصطفاهم الله من أدخلهم الأزهر واختارهم ليحملوا. احنا قلناش عليهم معصومين عشان ما تزعلش، ده فيهم عفاريت، لكن الخلاصة منهم خلاصة. والله هتسمع انت ابن انت امتى هتسمع؟ وقال الإمام مالك في تلك المسألة، ثم عارضه الإمام أبو حنيفة قال لا، ثم يدخل على الخط الإمام أحمد، ثم يدخل الإمام ابن تيمية، ثم يدخل. هتعرف هنوصل الكلام ده امتى؟ عشان كده بقوله كده. وحيخش كلية الطب برضك، والله وحيخش هندسة برضك، وحيبقى ضابط برضك. لكن الدين يا إخوتي يبقى ما يخرج من السبيلين اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ده. شوف ده فرعت لنا الأمور يا إخوانا لأمور تحتاجها. الوالدة دلوقتي مركبة أسطرة، الشيخ ما تستغناش عنها، تنفع تصلي؟ ينفع. طب والدم هينزل 24؟ بينزل. طب بيطلع بره الأسطرة؟ ما يطلع. ده بينزل وهي بتصلي؟ بيطلع. ده بينزل بالرجل؟ ينفع والله. والله أقسم بالله. عشان كلمة ايه يا عم أحمد؟ كلمة السبيلين. فسادتنا الفقهاء بيقولوا ما خرج من السبيلين. أما الأسطارة والجماعة دي سبيلين ولا مش سبيلين؟ قالوا مش سبيلين. قالوا خلاص يا ابني ما تاخدش الحكم معانا. احنا بنتكلم على الأخ الطبيعي خالص اللي هو بينزل منه الغائط والبول، هو ده نقول له انتقض وضوءك. أمتي أمة مرحومة، كلام سيدنا النبي، والله قال كده النبي، قال أمتي أمة مرحومة. يا رب اجمعنا مع رسولنا. طيب اختلف العلماء في كلمة السبيلين، وفي موضوع ما خرج من السبيلين على فريقين. فريق ينظر إلى الخارج، إلى ما يخرج، إلى الخارج اللي هو البول والبراز والحاجات دي. قال ودول سادتنا الإمام أبو حنيفة يقول، والإمام الثوري والإمام أحمد وابن حزم قالوا نظروا للخارج. صح معايا؟ للخارج، الحاجة اللي بتخرج. قالوا ينتقض الوضوء بكل نجاسة تسيل من الجسم من أي موضع خرجت. يعني سيدنا أبو حنيفة والإمام أحمد يقول لا، كانت أسطرة كان غير أسطرة، أي حاجة طلع من الجسم نجسة، حكمها إيه؟ ينتقض الوضوء. صليتم على الرسول الله؟ وأما سيدنا الإمام الشافعي نظر إلى المخرجين، المكان اللي بيخرج منه وهو الأصل. صليتم على رسول الله؟ فقال ومن اعتبر المخرجين كالشافعي قال ينقض إذا ينتقض إذا خرج منهما ولو لم يكن نجسا كالحصى. سيدنا الإمام الشافعي بيقول يا جماعة لا، احنا نبص على المخرجين القبل والدبر، جميل، فأي حاجة تخرج منه بس هي اللي يكون علينا ينتقض الوضوء. صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع رسول الله. طب وأما الريح، يبقى الغائط والبول والريح. قال الريح مخرجه من الدبر، صح ولا غلط؟ لكن لو خرج من القبل هل ينتقض الوضوء؟ ممكن تدخل معانا عملية تحس اللي هي الصوت اللي بيصدر من الايه؟ من المعدة. تقول انا عصافير ايه؟ عصافير ايه؟ بطني بتصوصو او بتزوزو او تعمل اي حاجة، صح ولا غلط؟ الصوت ده ينقض الوضوء ولا ما ينقضوش؟ لا ينقض الوضوء، مع أن إخواني صوت قد خرج، صح ولا غلط؟ على العكس لو خرج الصوت ده منين؟ من الدبر. طب ما ده صوت وده صوت. قال لك أيوة،
ما التاني صوت مش من مخرج الدبر، فالوضوء صحيح. جميل إخواني. طيب نزيد برضك كذلك بعد الصلاة على رسول الله، قد يخرج صوتا من فرج المرأة، حكم وضوءها؟ شفت الفقه، والله نصا كلام الفقهاء ده إخوان، شوف ما تركوا لنا شيء حتى نفكر فيه، ويجي واحد مغفل وإحنا زي إحنا هم رجالة وإحنا رجال. طب يا أبو الرجالة جبتيه أنت؟ بيقولوا كده إخواننا، حكم الصوت الذي يخرج من قبل المرأة، من فرج المرأة، حكمه ده وهي متوضية ورايحة تصلي، الله ده أنا حاسة أن في صوت. قالوا هذا لا قيمة له ووضوءها صحيح، لأنه ليس هذا مخرجه إلا امرأة قد اختلط بولها ببرازها. نقول لا يا أختي خلاص انتهينا، جددوا الوضوء. أما المرأة المعافى التي ليس عندها اختلاط، نقول للصوت ده هذه انطرابات في الرحم وليس فيها أي شيء. كلامهم ده قال لك إيه؟ انطراب في الرحم. سبحان الوهاب لهؤلاء إخوان. طيب يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله. الناقض الثاني للوضوء، قالوا المني والودي والمزي. المني ما يكون عند الجماع أو عند الاحتلام يا شباب، أو لعادة سرية. جميل، اللي هو خروج ماء أبيض ثقيل، صليت مع رسول الله له رائحة نفاذة، ده الفقهاء بيقولوا كده. حكمه هذا لا يوجب الوضوء، إنما يوجب، الله يفتح عليكم. طب لو أنني استيقظت في الصباح وما احتلمت، ركز ركز في الحتة الحلوة دي، ثم وجدت بقعة في ملابس الداخلية، وجب الغسل ولو لم أرى احتلاما. وصلت يا إخوانا؟ صلي بنا على رسول الله. وهل المرأة تحتلم؟ تعال نسأل. دخلت امرأة من الأنصار على رسول الله، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يا الله على النساء في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثنى النبي عليهم قال جزى الله نساء الأنصار خيرا ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إنما الواحدة تقعد ساكتة كده عن نفسها، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. شفت النبي يقول إذا رأت الماء، آسف صلى بينا على رسول الله، مس إذا شعرت بالماء، لأن جوف الرحم أساس رطب. جميل إخواننا، لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء قد خرج من هذا المكان، نقول لها خلاص عليك غسل. أما بعض الأخوات وبعض النساء، شوف ديننا إخواننا، شوف فقهاء كاتبين النص ده، وحكم ما كان من إفرازات وماء داخل الرحم ما حكمه؟ صليتم على رسول الله؟ قالوا لا شيء فيه ولا غسل فيه ولا أي شيء. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، يبقى الماني يجب فيه الغسل. جميل إخواننا. طيب والودي، قلنا أنه ماء ثقيل جدا ينزل في أغلب الأوقات بعد التبرز، بعد ما تتبرز ينزل نقطتين تقل جدا، ثقال سخن يقولوا عليه كده، حتى تستشعر هم نزين كأنها حصوة نزل منك، وبعدين تكتشف ان هم نقطتين ميه اتقل جدا، ده اسمه ودي. كذلك هذا لا يحتاج الى غسل، انما يكفي فيه الاستنجاء. ثلاثة المزي، قلنا عنه ده عند تفكر شهوه او رؤيه مشهد يثير الشهوه، وهو ماء خفيف لزج، برضك كذلك لا يوجب الغسل، انما يوجب الاستنجاء فقط. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حكم أخينا الذي هو عنده، أخانا الذي
مصاب بمرض السلس، والسلس أنواع: سلس بول، أو سلس مزي، أو سلس ريح، عنده إفراط في الموضوع لا يستطيع أن يتحكم ولو حتى براز. سبحان الملك يا إخواني. ما ذكرتش الكلمات وأنا بتكلم الآن، ألا ذكرتك بنعمة قل منا من يشكر الله عليها؟ أنك تتحكم في بولك، دي نعمة ولا مش نعمة؟ صح؟ والله لو أراد أن يزلك لأزلك. مش معنى ذلك أخوي الذي أصيب إنه أزله الله، لا مش مقصود كده، بتكلم على اللي هم يا إخواني في الله الجبابرة الذين طغوا وعتوا في الأرض فسادا، لو أراد أن يزلهم أزلهم بأضعف ذي الأمور. يا أخي أطلق فتحة الشرج، ما جالسك أحد لعفونتك وعفنك، صح؟ فاللهم لك الحمد على تلك النعمة، نعمة أنك تشعر بالله عليك. تسمع دي حلوة دي عشان تشكر الله يا إخوان، ناصك لما تتعرف على النعمة تعرف إزاي تشكرها. نعمة إحساسك إنك أنت عايز تتبول. عارف المثانة دي يا إخوانا؟ هي عبارة عن جيب كده أو إناء بينزل فيه مش عارف كل كام ثانية أو كل كام دقيقة نقطة إيه؟ تبدأ تملى، تروح تدي إشارة للمخ طوارئ، إشارة يبدأ المخ يحرك، ولا خلي بالك يلا اتحرك على الحمام. تخيل من فقد تلك النعمة كيف يكون حاله. سأل إخواننا الذين يتحركون بالإيه؟ بأسطرة البول، ده البول بتاعه شغال 24 ساعة كده برضه، إنما المسانة دي بتدي لك وقت. اللي ما عندوش المسانة دي أو حصل فيها حصل ما حصل، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، كيف ينام؟ شفت النعم يا إخواننا اللي احنا عايشين فيها بفضل الله؟ اللهم أدم علينا نعمة العافية يا ربي. طيب، قالوا: ومن كان مبتلى بسلس بول أو سلس مزي أو كان يتكرر عنده خروج شيء مما قد تكلم وفيه مشقة من بول أو ودي أو مزي، صليتم على رسول الله ويشق عليه، فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. الله الله الله، هي كمان المستحاضة دي عندنا حاجتين، حاجة اسمها حيض وحاجة اسمها استحاضة. الحيض هو المكتوب على بنات ابن آدم أو على نساء أمة النبي محمد، اللي هو ما معروف بالعذر الايه؟ الشرعي أو العادة الشهرية، عادتك كام؟ 5 أيام 7 أيام في كل شهر، أصبحت خلاص. طب ما زاد على الخمسة أيام، نعمل حاجتين: نتأكد أنه من الحيض، وإزاي نعرف؟ من الرائحة واللون. لا يا عم الشيخ، لا ريحته ولا لونه، تدخل في مرحلة الاستحاضة. طب إيه الفرق بينهما؟ أن التي حاضت تتوقف عن الصلاة وعن الصيام وعن مسك المصحف وعن المكس في المسجد وعن الطواف، ده حكم مين ده؟ المرأة الحائض. طب المستحاضة تعمل كل حاجة، طبعا خلافا عن المرأة في فترة الحيض لا يحق لزوجها الجماع، محرم شرع. جميل يا إخواننا. المستحاضة ما زاد على العدد اللي بيسموه دم نزيف أو دم علة وفساد. جميل أخواني. قالوا: وإن كان كذلك باستمرار فلا يضره شيئا ولو نزل في صلاته ولو نزل بعد وضوئه، يعني خلاص وضوءك صح ما دام أنت مبتلى بهذا المرض. النوع الثالث من إخواني من نواقض الوضوء النوم، واشتغلوا في النوم ده يا إخواني، ذكروا 10 آراء هلخصهم في 5-6 سطور كده في سطرين 3.
هل كل من نام وجب عليه الغسل، وجب عليه الوضوء وانتقض وضوءه؟ عايز يشوف المرحلة دي الحلوة النوم دي، وأحلى نوم تنام في حياتك في خطبة الجمعة. تحس انت نايم وانت مرتاح كده فريش، الشيخ بيناهت وطلع مش يعني قربت تقع وانت مديله الطرقشة خالص. يا راجل تسمع عليه، عارف ليه؟ لأنك ما جهزت نفسك للقاء ملك الملوك. يا أخوانا يوم الجمعة ده يوم عيد لأمة النبي، واحد، اثنين، مؤتمر عالمي لأمة النبي، ثلاثة، صليتم على رسول الله، تجديد إيماني لكل أسبوع، جدد الإيمان بتاعك. بس مشكلتك أنت في عندك مشكلة كده، حبات النملة أو حبات السمسم، إنك معتاد إن تروح للمسجد اللي أنت فيه ده وما بتستفدش حاجة. بس صلينا، ما احنا كلنا مسلمين برضك، كيف يعرف المسلم من غير المسلم؟ يعرف ازاي؟ تخافوش، لا يا حبيبي بالبطاقة، مش مكتوب مسلم يبقى خلاص. بس البطاقة دي لا تدخلك الجنة والله أبدا، لأننا كما ولدنا سوف نعود، مش هنروح بورا هناك. صليتم على سيدنا النبي إخواننا؟ فأنت جاي ونائم، لكن لو تجهزت له واستعددت لهذا اللقاء الذي نادى عليه ملك الملوك من فوق سبع سماوات، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اعملوا إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. عارفين ذكر الله يا إخوانا؟ خطبة الجمعة. لأن في ناس عايشة في الدور ولكن ما خلاص ما على بال ما ينزل، لا حول ولا قوة إلا. طب وجلال الملك، يكفي عقوبة للمتأخر عن صلاة الجمعة أنه يحرم من تدوين اسمه في سجلات من نور اللي بيجي متأخر. إخواننا الملائكة بتوقف على أبواب المساجد وبتسجل الأول فالأول فالأول، بيسجلوك فين؟ في دفاتر إيه؟ في دفاتر من نور، بأقلمة من نور، وهم خلقوا من نور، وأعمالنا تدون كالنور، نور في نور يا إخوان. مش دي عقوبة اللي كنت رايح متأخر؟ متى الملائكة تطوي الكتب وتعمل الحركة دي؟ تطوي الصحف وتسمع للذكر. قالوا إذا حضر الإمام ما تسجلش تاني خلاص، وديك انت مروح زي الناس ويا حصرتك ما تسجلش اسمك. واحنا ضربنا مثل بالأمس القريب، قلت لك لو انت رحت وقفت قدام طابور العيش، العيش معناك رايح تاخد 5-6 رغف، راك والله احنا خلصنا، تروح تقول انا طول عمري كده فقري. صح يا عبد الناصر؟ طول عمري. وضربت لك قلت لك والله لو حيوزعوا فشار برا وقفت في الطابور وجاء عليك ما خدتش، طيب حتى الفشار ما لناش فيه. شوف انت متحصر على ايه وما تحصرتش على ايه. يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي يا رب. قالوا يا اخواني النوم هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ قلنا فيه 10 اراء من اهل العلم، لكن نلخص الخلاصة، لأن منهم من قال كل نوم ولو همسة، لو غفلة كده يلا برا روح اتوضى تاني، ومنهم من قال لا ينقض أبدا وكل له دليله، ومنهم قال على حسب الهيئة، كيف كنت جالس، كنت متمكن ولا كنت واقف ولا كنت راكع ولا ساجد، ولا على حسب الهيئة. لكن نقول الخلاصة برضك نزود حاجتين، هل النوم الثقيل ولا النوم الخفيف؟ النوم الطويل وخفيف ولا النوم القصير والثقيل؟ كل ده كلام مين؟ فقهاء. فنلخص الكلام، قالوا وأن النوم المستغرق، النوم اللي هو حينقض الوضوء، النوم اللي حينقض الوضوء بس اللي جاي ده، أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك
يعني يعني النوم الثقيل الذي تمكن منك، الذي لا تدرك من حولك، الناس شغالة عج جنبك والشيخ بيقول يا واحد وانت مديها طرش، الشمس سامع حاجة أساسا، الغد واحد يقول لك قوم، يقول له احنا فين، لا ده قوم روح خلاص مفيش حاجة. جميل اخواننا، خلاص ده اخواننا لم يشعر بمن حوله ولم يشعر هو فين أساسا. ده ممكن واحد يقوم يصوت على ايه جابني هنا، ما كان بيحلم صليتم على رسول الله. الله قالوا ان النوم اللي بينقض الوضوء اللي جاي ده المستغرق الذي ليس معه ادراك. ازاي يعني معاهش ادراك؟ هيقول لك على حاجتين تعرف نفسك انك انت بره الموضوع ده. صليتم على رسول الله، قالوا بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات، الناس شغالة جنبه إيه والشيخ بيقول يا واحد وده مش سامع حاجة خالص. أول واحدة تعرف نفسك إنك أنت إيه، إنك أنت الآن استغرقت في النوم، ما دام إنك أنت إيه فصلت عن مين، عن الناس وسماع الأصوات. رقم ثلاثة، أو بسقوط الشيء من يدك، تقع كده دب كوبايه الميه راحت، خايف يضربها على الارض. انا صليت على رسول الله ماسك الكوبايه كده اهو، الله اكبر، او ماسك النظاره عندي وراح نزلت النظاره، لا مش هوقع النظاره برضه كده، لسه عاملها ب 300 جنيه. صليت على رسول الله، الشاهد جميل اخونا ان يسقط الشيء منك ولا تدري، لكن الغفوه. الشيخ مثلا بيخطب على المنبر وقال رسول الله، ولا معاك يا برنس هنتوه عن بعض، بمجرد اي حركه جنبك حاسس بالشيخ. طيب، او سيلان ريقه، يعني ايه؟ تحس الريق نزل منك غصبت عنك، خلاص تغرق ده، ونحو ذلك، فإنه ناقض للوضوء. لا فرق بين شيء من هذا، فإن كان أصحاب القول الأول يعنون الجماعة الآل كل نوم، يقصدون الموضوع بالنوم الذي يسقط منك الشيء ولا تدرك الأصوات التي حولك، فنحن معهم، صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أخوان الناقض الخامس من نواقض الوضوء، قالوا زوال العقل، ويزول العقل بواحد من ثلاثة، إما بسكر إزازتين ثلاثة أربعة أو أي حاجة، بسكر أو إغماء، قاعد كده جالك لا قدر الله إغماء تروح تتوضأ تاني من جديد، أو جنون اللي هي كلمة صادق فيها برضك، والله صادق فيها إن شاء الله. عارف يا عم عبد الناصر لو روحت من هنا المسجد وروحت لبيتك وجلال الملك دي تحتاج منك أن تسجد لله شاكرا، عارف ايه؟ ان عرفت بيتكم، انك عرفت تروح، وقلت لك على الكلام ده زمان، كان معانا اخنا ربنا ايه مش عارف الرجل انقطع من فترة كبيرة، يعني اسمع عم ابراهيم، فبعد الصلاة قاعد عايزين نمشي لقيته قاعد برضك عم ابراهيم، قال لي اه ايه، قلت له مش مروح، قال اروح فين؟ كان يا اخوانا قبل الصلاة واخدني بالحضن، هو اساسي واخدني بالحضن حبيبي الشيخ طلعت وكذا وكذا، جينا في المسجد لقيته قاعد، يلا مروح، قال اروح فين؟ طب انا اسف انت مين؟ انت مين؟ وليه انت عايز تمشيني؟ اروح فين انا دلوقتي يعني؟ الله 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 الله. طب وجلال الملك انا اخوكم الصغير يعني، ما عرفت قدر نعمه العقل غير في اللحظه دي؟ ان انا هروح بيتنا دلوقتي، هطلع في شهر العشرين، انا واخد اتجاهي بتاع الاربعين،
وباخذ كسره يمين في شمال في يمين في شمال، بطلع على بتاع اللبن، السلام عليك عم احمد، هات لي كيلو لبن، واطلع البيت واخذ 10 فيني ويدهم لي عدد وعارف ده كله، واروح البيت عارف دي مراتي ودي ابنها وده كذا ودي بنتي ودي كذا. شكرنا نعمه الله على نعمه العقل يا اخوانا؟ والله ما شكرنا، احنا بتوجع جعة وخلاص. المهم رخت من التليفون وبعدت ادور على اي حاجه، لقيت ابني فلان اتصلت عليه قال لي معلش يا شيخ اصلك ابويا ساعات معلش انا بياخد بيجي له فتره انه يفقد اللي هو فين وراح فين وجا من فين وزي كده. شكرت ربنا على النعمه دي. وفي ناس مصره انها تغيب العقل، مصره انها يغيب عقله، زي مصمم برضك، انا كل شويه اجيب الحته دي وتتعبني برضك، ان مصمم 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 انه يدمر الرئه، والله ما حسيبك، بيقول الرئه بتاعته والله ما حسيبك، بيعملها ايه؟ بيخبط لها 20 سيجاره يوميا. ده اللي هو اللي قرب يتوب يعني، وابو 20 المعتدل. الله يفتح عليك اخوي المعتدل. اخواننا ده واحد عامل كده بحث جميل جدا كده، اللي بيشرب علبه كيلو بطره ب 55 كان ولا مش عارف كام، وانا مش عارف ب 30 ولا 55. المهم حاسب انك انت بتشرب في الشهر ب 1650 وتقول تصدق اللحمه توحشناها، ده انت لو كلت بال 1600 هتاكل كل يومين والثالث لحمه يا راجل. ممكن تاكل سمك زي ما وقفنا انا والراجل الطيب ده صليت مع رسول الله. 1650 ده لو هتشرب علبه يا برنس، اما علبتين دخلنا في مرتب وزاره الاوقاف صليت مع رسول الله. شرب يوم سجاير، سيبك من دي، سيبك من الفلوس والكلام، الرئه دي الرئه يا اخي الرئه يا اخي. الله علي النفس، يعني ما في كتير ناس بتموت من غير سجاير برضك. شفت الشيطان وصلوا فين؟ شفت الشيطان وصلوا فين؟ طب ده في ناس بتاكل بسبوسه وتموت. انا برضك بعرف ناس برضك بياكلوا خيار وبيموتوا برضك. يا اخواننا والله يجننون الجماعه دول يا اخوان. يا اخوي حرام، والله حرام السجاير يا اخواننا حرام. مت بيها مت من غيرها ماليش دعوه، لكن انا بتكلم على ده اللي بيدمر فيها. والله العظيم والله ما حسيبك، اديها اديها اللي بعديها اديها الثالثه. وهناك من الناس ناس مستحيل من صباحه الى ان ينام لابد ان تجد في فمه السيجاره. انا اعرفهم يعني، في ناس صنف ده، ونسال الله ان يتوب عليهم ويحفظهم يا رب، ان فيهم خير يا اخواننا. مش معنى ذلك ان الناس دي وحشه ابدا يا اخواننا، ده اخواتنا وعيال عمنا وابائنا وامهاتنا، حتى في نساء شاهد. فهناك من يغيب عقله بكأس من الخمر. فضلا عن اخ ثاني، والله يا اخواننا اقسم بالله والله العظيم حصل، كان معنا شاب هنا اسمه نور يا اخواننا، هو في معهد البصريات تخرج العام الماضي، كان معنا دايما معنا هو على ما اعتقد انه هو من منصورة، الشاب هنا كان ساكن هنا من طلاب يعني عام قبل الماضي. فاكر عم نورة اسمه نور كده، نور ده يا اخواننا عنده مرض خطير جدا غريب جدا غد مرض، ان كل ساعه والثانيه هو بيكلمك يروح ايه يدي فصله كده، يدي فصله يغيب عن الوعي، وله صوت في الاذان يا ملك يا ملك لجماله. فبيأذن راح لقيته عمل كده، اشهد ان محمد رسول، راح وقف قلت لا حي على الصلاة، حي على الصلاة. فبعد ما خلص يا نور الشيخ انا ما عندي مشكلة، ما بمرش علي ساعة ساعتين لازم اخذ فصلة كده انا اغيب عن الوعي، دمر فيها ابو عمه، دمر دمر ابو خالد. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، والله محتاجين يا أخوان. يبقى يا أخوان الناقض الرابع زوال العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون.
خلاف عاد المجنون. المجنون يا إخوان ما الفرق بينه وبين المجنون؟ واحد عايز واحد يقول لي دلوقتي ما الذي يفقده المجنون وفين العقل؟ يا عم عبد الرحمن فين العقل؟ عايز أفهمه. هو قاعد فين؟ قاعد فين العقل ده؟ عايز أفهمه. ما هو كامل قدامي، مفيش حاجة ناقصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وزعنا أن نشكر نعمتك يا رب العالمين. يا رب تجده في غاية الجمال وغاية الهيئة. روح مرة العباسية وشوف إخواننا هناك، تجد الجمال وتجد القوة وتجد، بس ما عنديش العقل. طيب الركن الناقض الخامس مس الفرج بلا حائل، سواء بشهوة أو بدون شهوة. جميل، صلى بنا على رسول الله. حكم مس الذكر للرجال والفرج للمرأة، وكلمة الفرج تطلق للرجل والمرأة. جميل أخواني، اختلف فيها الأقوال كثيرة جدا. منهم من قال من مس ذكره فقد انتقض وضوءه، ومنهم من قال مسه بشهوة، ومنهم من قال أيها الإخوة الأكارم صليتم على رسول الله إذا كان المس بدون عمد بدون قصد أو كان خطأ أو كذا. المهم الخلاصة أن الرأي المختار في المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء ولو بدون شهوة أو بقصد أو بدون قصد. جميل. لكن من أخذ برأي مثلا يا إخواني في الله، من يقول أن مس الذكر لا يكون إلا بعمد وشهوة فقط، نقول له برضك صحيح وضوءك وركز. لكن الرأي المختار في المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء للرجل والمرأة. وحتستغرب مسألة جايبينها، طب حكم من مس ذكر غيره؟ هو ده ممكن دي يجوز؟ مستغرب نورة الست وهي بتشطف ابنها ومتوضية. شفت يا نور، شفت الفقهاء يا اخواننا ازاي ما سموناش حاجة؟ وهي بتشطف ابنها ولا بنتها ومتوضية، حكم الوضوء؟ حكم الوضوء صحيح، مفيش اي حاجة. وكذلك ولو كان كبيرا، صليتم على رسول الله لا ينتقد الوضوء. طيب صلي بيد على رسول الله، بالغ غير بالغ ما دام أن غيره لا ينتقد الوضوء. حكم الدبر، صليتم على رسول الله لمسنا الدبر. نعم صحيح. أما هو الرأي الفقهاء الفريق بيقول لك إيه؟ أردت أني أصابني احتكاك أو حكة أو هرش زي إحنا بنقول ولمست للذكر. من يقول يا إخوانا لابد أن يكون بعمد ويكون بقصد وقصد الشهوة، صليتم على رسول الله، قال هذا لا ينقض الوضوء. لكن الرأي المختار في المسألة صليتم على رسول الله أن المس كان بعمد أو بخطأ أو بشهوة ينقض الوضوء. جميل. لكن من أخذ بأي رأي معتمد صح بإذن الله. جميل. قد يكون الرأي المعتمد يكون لشخص واحد بس ويعمل به، زي من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، روح أنت طالق بالثلاثة. جميل. إمام أبو حنيفة، مالك، أحمد، الشافعي قالوا تطلق منه ثلاثة، ترجع لهش تاني. فجاء ابن تيمية رحمه الله قال لا، قال لأن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، فالرجل تعدى في اللفظ فلا يؤخذ بتعديه، إنما تحسب طلقة إيه؟ واحدة. وهذا هو المعمول به في المحاكم المصرية وفي لجنة الفتوى. شفت الإمام أبو حنيفة حللنا مشاكل قد إيه؟ صلي بنا على رسول الله. طيب وحكم المرأة إذا مست كذلك فرجها ينتقض الوضوء، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، إنما هم شقائق ليه؟ الرجال. خلي بالك هو عشان الحتة المستغربين شوية،
مس الفرج الغير، مس فرج الغير، إذا مس الرجل فرج امرأته، أنا أقرأ لك نصه، أو مس ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمزى، إلا إذا أمزى، صليتم على رسول الله أو أمنى، يعني نزل مني فينتقد لذلك لا لمجرد المس، ده نص نوض، صليتم على رسول الله أو قال مالك والشافعي يجب الوضوء، سيدنا مالك والشافعي خلاص يا جماعة يجب الوضوء عليه، وهذا مبني على مذهبهم في انتقاض الوضوء بمس المرأة على العموم. الإمام الشافعي الإمام مالك بيقولوا أي واحد يصافح امرأة أنه الوضوء انتقض على طول، سواء كان مس فرج أو مس الإيد أو مس أي مكان من المرأة فينتقد الوضوء. صليتم على رسول الله، يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحكم من مس فرجه أو ذكره على حائل، وضوءه صحيح؟ هرشت أنا كده ومش عارف إيه، خلاص ما فيهاش ولا حاجة بإذن الله تعالى. حكم مس الدبر، قالوا لا شيء فيه. صليتم على رسول الله ولا مؤخرة؟ صليتم على رسول الله. الركن السادس والأخير، صليتم على رسول الله، أو الناقض الخامس والأخير، حلو جدا نختم به ونتقابل إن شاء الله. عارفين يا إخوانا، ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، يا سلام لو فخد الجمل ونتوضى برضك، صح يا عم سليم؟ مش مشكلة نتوضى، هذا هو المعمول يا إخوانا. صليتم على رسول الله، فأرجح الأقوال على من أكل لحم الإبل صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوانا، أنه رأي الجمهور أنه لا ينتقد الوضوء، رأي الجمهور لا ينتقد ليه؟ الوضوء. لكن يا إخوانا، ما احنا قلنا ممكن يكون واحد بس اللي يقول كده، فالراجح مين هم بقى اللي هم اللي قالوا صليتم على رسول الله على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فل يتوضأ، حملوا الأمر هنا على الاستحباب. يبقى في المسألة دي إيه؟ حاجتين، الرأي الجمهور قالوا لا ينتقد الوضوء صليتم على رسول الله، الرأي الآخر قالوا إنما هو إيه؟ صليتم على رسول الله، قالوا إنما لا ينتقد الوضوء، إنما ينتقد الوضوء. يبقى الجمهور قالوا لا ينتقد الوضوء، والرأي الآخر قالوا ينتقد الوضوء، أيهما أرجح؟ قالوا من قال بحديث رسول الله أنه ينتقد الوضوء. بس لحم الجزور إنك تأكل لحمة، مش أنت جايب لي حتة حدوع بين أسنانك كده وخدت لك حتة كد علبة الكبريت تقول لي أنا كذا. أما قصة إن لحم، القصة اللي هي المشهورة عن النبي محمد استغفر الله، يقول لك إن كان النبي جالس وواحد من الصحابة خرج منه ريح، صليتم على رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، هذه القصة باطلة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من نواقض الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى. يوم الأربعاء هنعطل بإذن الله موضوع الحديث إن شاء الله لكمان أسبوعين، يعني بعد بكرة هنكمل بإذن الله باب الوضوء حتى نكمل الباب اللي هي أمور لا تنقض الوضوء، أمور لا تنقض الوضوء. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا من فضل علمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله.